الحمد لله، شكرك على الاستضافة هذه. والعودة هذه كانت بالنسبة لي حاجة مليحة، وراني فرحان بزاف اللي وليت الفريق شبيبة القبائل اللي غني التعريف، وفريق كبير وخير ديالو ما ننساش. حاجة هذه بالنسبة لي شغل مكتوب ربي. أنا الحمد لله رحت لتما، كنت حايب نخرج من البطولة، حبيت نسي تجربة احترافية. وكما قلت لعبت، الحمد لله لعبت 11 ماتش في لافاز زالي، وين كي حبست البطولة للسبب تاع كوب ضرب. ديت 5 ايام راحة، دخلت لهنا الجزائر، ومن بعد غلقوا الحدود المغربية على جال جائحة كورونا اللي فوالا. تما اللي قعدت لهنايا صافي دو موا، ابري جي ديسيدي باش نريح لهنا في الجزائر. بيان سور كيما قلت، انا شبيبة القبائل الخير ديالها ما ننساش، هي اللي صنعت بدر الدين سوياد، وخلات لي هي اللي دارت لي لا شونس هذه باش ننسي تجربة احترافية. الحمد لله انا وليت لشبيبة القبائل باسكو فريق نحبو، وكيما قلت لك الخير ديالو ما ننساش. ان شاء الله دوك لوبجيكتيف، ان شاء الله نمد كلش للفريق هذا اللي قلت لك خيره ما ننساش. وان شاء الله بالخدمة والعمل ان شاء الله نحقوا لي زوبجيكتيف تاع الفريق ان شاء الله. ابري لوبجيكتيف ديالي ان شاء الله كيما قلت، لما لا تجربة احترافية ان شاء الله ما خير. الاجور اللي ما تلاقيتهمش انا العام اللي فات سي 14 مو ما خلصتش، ما تلقيتش حتى اجره. والحمد لله انا قلت لك فريق هذا شبيبة القبائل ما نقدرش نهضر عليه في حاجه ماشي مليحه ولا حاجه اللي تضر الفريق. الحمد لله انا رحت في صمت كما يقولوا، وهذه هي الاسباب اللي خلاتني نغادر فريق شباب القبائل. الاداره نشكرها بالمناسبه هذه، نشكرها على كي حبت ترجعني، والامور سارت في طريق صحيح، وسارت ما خداتش الوقت بزاف، دو مينيت تفاهمت مع الرئيس اللي نشكره اللي دار فيا الثقه، والاداره كامله اللي دارت فيا الثقه. ان شاء الله الثقه هذه نعاود نرجعها لهم انا في الميدان وبالخدمه وبالانضباط ان شاء الله. النقطه هذه حبيت نهضر عليها انايا، كما قلت كانت عندي مفاوضات مع فريق مجلس الجزائر، وين تلاقيت مع الرئيس اللي تفاهمنا على امور كامل، لي زوبجيكتيف تاع الفريق، تفاهمنا على كلش. ابري عطاني موعد دون 4 جور وكذا، جازو الكات جور هادوك، زاد جاز السانك ديام جور والو، صافي 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 15 جور. ونقطة واحدة أخرى، أنايا مع فريق مولودية الجزائر ما تكلمتش كاع على الشق المالي، وما هضرناش كاع على الشق المالي هذايا، باش زعما باش يكون بروبلام ولا كيما راهو كيما يهضرو دوكا. أنا ما هضرتش كاع على الشق المالي هذايا، ان شاء الله هذه سي ان اوبجيكتيف بور موا، باش دوك راني مضيت في شبيبة القبائل معروفه بتصنع اللاعبين، واللاعبين يروحوا للفريق الوطني. ان شاء الله انا بالخدمه والعمل ان شاء الله نحقق الاوبجيكتيف هذا اللي راني حايب نوصل له. كما قلت الكوتش مجيد بوقرة يتبع البطولة المحلية كتير، ان شاء الله لما لا، ان شاء الله بالعمل والخدمة ان شاء الله نلحق الاوبجيكتيف هذا. الشيخ علي بن شيخ اللي نحترمه كتير ونشكره على
المسانده ديالو هذه طيله نقول المشوار ديالي، باسكو كان حاكمني في مولية الجزائر وهضر عليا بزاف، نشكره بالمناسبه هذه، وان شاء الله ان شاء الله بالخدمه والعمل كما يقول هو توجور، لازم 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 تخدم، لازم تعمل، لازم تكون منضبط. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلحق الاوبجيكتيف هذا ان شاء الله، ونفرح العائله ديالي ونفرح كامل يعني.